اتفضل استاذ محمد، معلش عرف نفسك تاني. والله انا محمد فوزي شريف، مصري. سبت بعد حدث المنصه حادث السادات، سبت مصر وسافرت امريكا، وعلى اتصال بمصر على طول، ولينا نشاط سياسي في امريكا، نشاط سياسي ونشاط اسلامي في نيويورك اللي هو معقل الاقتصاد الامريكي، وبرضه عشت في لوس انجلوس، وليا صدام مع الحكومه الامريكيه بسبب السياسه العنصريه ضد العرب والمسلمين. وللاسف العرب والمسلمين ما بيتعلموش من السياسه بتاعتهم، والعرب في ايديهم حاجات كتيره اللي هم يلوا دراع امريكا، بس معظم الدول العربيه ليها يعني هم يعتبروا عملاء للغرب. انا بقولها علنا يعني فلوس دول الخليج دي يعني ما تخليش واحد مسلم في العالم جعان، ما تخليش واحد مسلم في العالم فقير. ده هي اللي بني امريكا، والا هي اللي بنت اسرائيل. كل الدول العربيه بتوع الخليج دول ليهم علاقات خاصه، علاقات جامده وبزنس ومليارات مع اسرائيل. يعني سفير السعوديه بندر ابن سلطان اللي هو سفير الملك فهد من عصر ريجان لغايه عصر بوش الابن لغايه اول اوباما، ده صديق شخصي لرئيس وزراء اسرائيل، بينزلوا الريتس هوتيل في واشنطن بياكلوا وبيشربوا وبيسكروا مع بعض. فاحنا مش هنيجي نعمل صوار هنا في الدول العربيه ويروح امريكا اليهود صحابنا، ما معروفه. فاحنا عندنا ناس يعني الدول العربيه ناس يعني هي تعتبر عملاء للغرب، مش عملاء للعروبه والاسلام. فانا ليا نشاط سياسي في امريكا في حرب الخليج الاولى اللي هي سنه 90، وفي حرب الخليج الثانيه، ودخلت السجن في امريكا واتصدمت مع البيت الابيض مع جورج بوش الابن. برضو احنا بنحترم الاب جورج بوش، لان كانت سياسته ضد الصهيونيه هو وجيم بيكر وزير خارجيه الامريكي. فانما الاب جه اتعلم من غلطه ابوه وبقى موالي للصهاينه، وهو اللي صنع الحرب في حرب الخليج دي وحرب الافغانستان، هو اللي صنعهم. ويعني الدكتور محمد البرادعي ما كانش ليه ذنب، الشعب المصري والنظام الفاسد ضللوه، قال لك ان الدكتور البرادعي هو اللي اداهم الاذن يروحوا، ده كلام فارغ. والشعب المصري عموما بيقول لك الدكتور البرادعي كان امريكي وعنده الجنسيه الامريكيه، ده كلام فارغ. ده دكتور قانون بيدرس قانون دولي في جامعه فيينا، عنده الجنسيه النمساويه وشغله في اداره الطاقه الذريه كلها في النمسا. حضرتك حضرت امتى مصر؟ انا جيت مصر من 18 شهر. يعني قبل الثوره شفت مصر اخر مره، نزلت مصر سنه 92. جيت مصر هنا في مهمه يعني سياسيه، فشوف ايه نشوف ايه يعني اللي بيحصل مصر. يعني الطلب مني من انجلترا لازم انزل مصر، فالتليفون اللي جالي ده يعني تليفون موجه من ناس محترمين اعرفهم ليهم نشاط سياسي بيهمهم مصالح مصر وبيهمنا احنا مصالح مصر. فنزلت مصر وقعدت في مصر بقالي سنه ونص اهو. وقبل الثوره كنت في مصر قبل الثوره بحوالي 12 شهر او 14 شهر. فشفت مصر يعني متدمره، لان اخر مره نزلت مصر سنه 91، فلقيت مصر يعني في مستنقع الفساد. اتجهت للاعلام المصري، هاجمت الاسره الفاسده اللي هي الحاكمه، برضه هم بيتجاهلوا الهجوم. يعني بيقول لك يعني خليه يشتم مش مهم، خلاص وي دونت كير، ما بيهمهمش. يعني شاركت في 25 يناير؟ نعم، قبل منا كنا مجهزين ل 25 يناير بتليفونات سرايا. ده احنا التليفونات اللي هي دمرت النظام الفاسد. كنا احنا طبعا عايشين بره وعارفين عقليه النظام المصري هيعملوا ايه، كنا عارفين ان هم هيقطعوا المحمول المصري. فدخلت انا بعض التليفونات دي قبل الثوره بحوالي 4 شهور، لان كان مطلوب ان احنا نحرك الشارع المصري، الطبقه الفقيره في الشارع المصري لازم تتحرك. الفقير اللي هو قاعد بيتفرج على الشيف محمد والشيف حسنين اللي بيعمل ستيك وبيعمل لازانيا وشريم، وهو ما يعرفش اسماء الاكل ده ايه، وهو ما بيدقش اللحمه، ما بيشوفش، بيشوف اللحمه عند الجزار متعلقه. دول الفقراء اللي في مصر اللي قاعدين في المقابر وقاعدين في الملاجئ، اللي مش لاقيين شغل، اللي هم دلوقتي قاعدين عند الاذاعه والتلفزيون، هم دول ضحايا مبارك وضحايا النظام الفاسد على مبارك. دي الناس اللي انا كان مطلوب مني احرك الشعب، اسيس الشعب، الناس اللي هي ساكنه في مناطق قريبه من ميدان التحرير. وطبعا الحمد لله يعني كله فضل الله عز وجل، اللي احنا قدرنا التليفونات اللي داخله توزعها برضه على شباب مصر نعرفهم في بعض المحافظات. هم امن دوله واتصالات برضه، وهم اذكياء، بس احنا اذكى منهم برضه. هم بيتعلموا هناك من امريكا، احنا ادينا الامريكان وخبرات الامريكيه اديناهم درس. يعني امريكا اديناهم درس،
هم الامريكان لو هم اذكى في المسلمين ليه ما حافظوش على امريكا في 9/11؟ ليه ما عرفوش؟ ليه ما عرفوش برضه في مسلمين دكاتره ومتعلمين ومهندسين وخبره في الامن وخبره في الارهاب وخبره في العنصريه اللي امريكا نشرها على 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 مستوى العالم ضد المسلمين والعرب؟ فقدرنا نضرب النظام العميل هنا في مصر باتصالاتنا وقدرنا نحرك الشارع المصري من ميدان التحرير ومن مدن اخرى. فيعني احنا كمصريين وكمسلمين احنا برضه في المقدمه على مستوى العالم، بس احنا برضه في المؤخره في بلادنا الاسلاميه، لان ربنا رزقنا بيعني قياده فاسده. فالحمد لله الثوره يعني قامت، ولسه يعني يعني اللي طلبناه لسه ما اتحققش. انجازات الثوره ما اتحققش، احنا عايزين محاكمه لرموز الفساد، وعايزين زي ما قلت عايزين محكمه ثوره. هل تعرضت للضرب في اثناء المظاهره 25 يناير؟ نعم، اتضرب عليها طلقات نار جنب مني، اتضربوا يعني نار وماتوا. الله اعلم احتمال الليزر كان جه عليا انا اتحركت كده ولا كده. اتضرب عليا اللي هو المطاطي في وشي هنا اهو، وهنا اهو عندي علامه هنا في الوش هنا شايفها. كذا طلقه مطاطي، وفي جنب هنا من الكتف، والكنابل غازات الدموع دي طبعا حصل لي ورم، لان ما الغازات دي بتسبب لك يعني حساسيه جامده، وده اللي امريكا بتصدره للدول الاسلام. يعني في امريكا ما يقدرش ضابط بوليس يمسك قنبله زي دي ويضربها على الشعب، ده الشعب يحرقه. ده ضابط البوليس بره في امريكا وفي اوروبا شغلته خدام عند الشعب، لان مرتبه جاي من دافعي الضرايب. مرتب البوليس، مرتب راجل الامن، راجل النيابه، راجل القضاء شغال عند ناس اللي هم بيقولوا عليهم التاكسي بير، التاكسي بير اللي هم دافعي الضرايب. فاحنا هنا كانوا عاملين الشعب المصري اللي هو برضه بيدفع ضرايب شغال عند البوليس. ده ما يحصلش. جايبين هم الدول امريكا، فرنسا، انجلترا، يعني احسن دول في العالم بيصدروا احدث مصر ايه العلم في اجهزه القمع. العربيات بيضربونا بسلاح كيماوي، ميه سخنه وميه طالع منها كيماويات. والشعوب الفاسده هي دي امريكا، وتقول لك الحريه والديمقراطيه. طب ما انتوا بتساعدوا الارهاب، هو ده مش ارهاب؟ ما هي احنا لازم نتكلم، ما هو مش هي دي؟ لا، ليهم هم كويس، انما للدول المسلمه اللي يكون عندهم نظام ديمقراطي مش كويس. يقول لك احنا مسلمين واحنا هنجيب شريعه اسلاميه واسلامك ستيت. طب از نوت يور بزنس، ده مش شغلك. احنا بنتدخل في، ما هو نتنياهو جه من 3 شهور قال لك لازم يعترفوا يهوديه اسرائيل. والقياده الفذه على مستوى الوطن العربي قالوا العباس مش مهم، مش مهم يعني ما فيش حاجه يعني، ما هم يهود. لا، مهم. حماس ما تعترفش، والاخوان المسلمين ما تعترفش، واي واحد بينتمي للاسلام ما نعترفش ده يهوديه اسرائيل، لان اسرائيل مش يهوديه، اسرائيل دوله عربيه اسلاميه. وده اللي قالوه. النهارده يجوا بقى نفس رجال الاعلام اللي هم على علاقه بالمخابرات الغربيه يقول لك كلام ده التحرير، او يقول لك اي حزب من الاحزاب، يقول لك انت عايز اسلامك ستيت ليه؟ انت عايز دوله اسلاميه ليه؟ انت مالك؟ انا قلت لهم كده باللغه الانجليزيه، قلت لهم انت مالك؟ جاي انا عايز، انا دولتي اسلاميه. ماشي؟ القران هو الدستور بتاعي، والرسول صلى الله عليه وسلم محمد هو المرشد بتاعي. احنا بنتدخل في شؤونكم، واحنا بنقول لكم جورج بوش واوباما بيعملوا ايه، واحنا بنقول لكم بتحكموا بالانجيل ولا بتحكموش. وامريكا الشعب الامريكي، في ناس ما تعرفش 85% من الشعب الامريكي بيؤمنوا بموسى، ما بيؤمنوش بعيسى، بيؤمنوا بموسى. وعندك حزب تي بار اللي هو حزب الشاي، ده حزب يعني حزب مسيحي صهيوني. احنا كصحفي يعني اقنعت الصحفي باحترام، يعني قلت له هو دخلك اللي انت تيجي بلدي وتقول انت عايز شريعه اسلاميه ولا حكم اسلامي؟ انت مش شغلك. قال لي ايه؟ قال لي طب ما في مانورتي يعني في اقليه مسيحيه. قلت له مش شغلكم، دول مصريين ليهم حقوق والواجبات، بتتدخلوا عندنا ليه؟ وانتوا ما ولعتوا المقابر بتاعت المسلمين في فرنسا وفي المانيا من 5 6 سنين، ولعتوا المقابر، كسرتوا المشاهد. احنا كمسلمين روحنا ندافع عن المسلمين في فرنسا؟ لا، لان دول مسلمين فرنسيين والمان، والقانون والحق الدستوري يدافع عنهم. ففوجئ اللي انا عارف وعالم بالامور اللي بيحصل في اوروبا وفي امريكا من ناحيه الجاليات الاسلاميه من خلال اتصالاتنا وعلاقتنا بالمسلمين في كل حته، بس احنا مش هندافع عنهم لان هم كفء يدافعوا عن نفسهم. فالمسيحيين هنا في مصر مش اقليه، هم عندهم الكفاءه اللي يدافعوا عن نفسهم لو في عنصريه ضدهم.
بس احنا ضد التخطيط الامريكي الصهيوني اللي هو ممكن يقول لك نعمل دوله مسيحيه في مصر. في ناس كتير ما تعرفش التخطيط ده، احنا عارفينه من حوالي 12 سنه. امريكا عايزه تغير الماب، الخريطه بتاعت الشرق الاوسط زي ما عملوها في العراق، دلوقتي بيفكروا في ليبيا والناس نايمه، ودلوقتي بيفكروا دلوقتي ايه في مصر. بيطلع بعض العملاء من اللي هم بيقولوا نفسهم هم اقباط مصريين، عملاء للمخابرات وعملاء في الكونجرس الامريكي، يقول لك بيدبحونا في مصر وبيقتلونا. مش احنا كنا بنقتلهم، ده كان حبيب العدلي اللي هو عميل امريكا، حبيب العدلي اللي هو كان اجتماعاته مع مدير المخابرات الامريكيه كل يوم، اللي هو روبر مولر بتاع الاف بي اي المباحث الفدراليه. حبيب العدلي كان بيروح ياخد دراسات، امن الدوله كانوا بياخدوا دراسات في امريكا وفي المانيا ازاي يقمعوا الشعوب. يبقى مش الشعب المصري اللي فجر الكنائس، الحكومه المصريه الفاسده العميله لامريكا هي اللي فجرت. وجه بقى سؤالك الاخر فاضل هناك ليهم، لالمانيا والامريكا. ده الكلام اللي قلته الصحافه وقلته الاعلام العالمي. شكرا شكرا.